معي من تونس دكتور علي العلاني الخبير في الجامعات المتشددة. إذن لماذا اليوم بختم تقرير زميل أحمد غالب بأنه هذه الفرصة الأخيرة لطالبان بدق المسمار الأخير بنعش القاعدة؟ يعني هي في الحقيقة طالبان منذ زمان لو انتبهنا إلى بياناتها نجد أنها في تباين مع القاعدة، ولكن ربما لم تكن هناك حاجة في تلك الفترة لإعلان هذا الصراع على يعني في بشكل كبير. ولكن لماذا؟ لأن هناك سببان رئيسيان في الخلاف بين يعني طالبان وبين القاعدة. طالبان لها أجندتها المحلية والقاعدة لها أجندتها الدولية، وبالتالي تريد القاعدة أن تكون نموذج في العالم، لكن طالبان لا تدعي أنها نموذج ولا تريد أن تصدر يعني نموذجها إلى الخارج. ونرى أن القاعدة اليوم أيضا تريد أن تلعب دور تجميع التيارات الراديكالية والإرهابية بعد هزيمة داعش، وهذا لا يدخل في أجندة طالبان. وبالتالي أعتقد أن طالبان ترى أن لا مصلحة لها في إبقاء هذه العلاقة القديمة التي نسجت أيام أسامة بن لادن، حتى أنها طالبان ترى أن خلف بن لادن الظواهري أو حتى ما يقال عن ابنه حمزة الصغير لا يمكن أن يرتقي إلى قيادات توافق عليها طالبان. وبالتالي الطلاق بين طالبان وبين القاعدة هو في الحقيقة تم منذ زمن، لكن الإعلان عنه كان في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن هذه ستكون ضربة قاسمة للقاعدة باعتبار أن الفضاء الكبير الذي يوجد لدى طالبان لن تعود القاعدة إلى استغلاله، وبالتالي هي ستخسر موقعا هاما. وثانيا نحن نعتبر أن أو يعني نرى أن طالبان كانت لها بعض حتى السفارات مع أحد البلدان الخليجية، وهو الشيء الذي لم يكن لدى القاعدة. وطالبان لا تريد أن تقحم في إطار يعني تنظيم متشدد إرهابي مثل القاعدة. تهديد الظواهري كما ورد في تحليلنا أيضا أن تهديد الظواهري لطالبان هو فارغ المضمون، ما العوامل التي تجعل لتمنح طالبان الفرصة هذه المرة للانتقام إذا صح التعبير بعد ما عانته من القاعدة بعد الهجمات 11 سبتمبر، انتقام طالبان؟ يعني بالنسبة إلى انتقام طالبان سيكون بطبيعة الحال على الميدان، لأن الآن الظواهري عندما أعلن عن خلافه الكبير مع طالبان هذا يعني أن الطلاق بينهما أصبح قائما، وأن تواجد خلايا القاعدة لم يعد له أي تأثير ولم يعد له وجود هام في أفغانستان. وبالتالي يعني هذا الإعلان عن التناصر بين الطرفين هو دليل على أن القاعدة خرجت تكاد تكون خرجت نهائيا من مجال لعب دور في جهة أفغانستان. وبالتالي أتصور أن القاعدة يعني تتحمل ربما خسارات كثيرة في المستقبل، باعتبار أن القاعدة هي تظن اليوم أنها ستكون وريثة التيارات الإرهابية بعد داعش، ولكن بطبيعة الحال التصنيف العالمي للقاعدة كتنظيم إرهابي وخسارتها لحليفها في أفغانستان لطالبان سيجعل القاعدة في وضع أكثر صعوبة. وموضوع بس استفسار أخير باختصار، وموضوع القيادة عندما نتحدث عن حمزة بن لادن أيضا هو من ضمن العوامل الذي يضعف وضعه اليوم؟ يعني حمزة بن لادن هو بطبيعة الحال لا يحمل كاريزما يعني كاريزما القيادة، ثم أيضا يعني لم تعرف له معناه مواقف معينة، يعني هو في أقصى الحالات يعني كان يحضر له هذا الموقع الجديد بعد الظواهري، وهذا أيضا إضافة جديدة إلى الصراع الذي ليس بين الظواهري والطالبان فقط، بل حتى في داخل تنظيم القاعدة هناك انقسام داخل التنظيم، هناك شق يريد أن يحضر حمزة بن لادن للقيادة، ولكن هناك شق بقي مع الظواهري.
صحيح، لهذا يعني نسأل حتى عن تداعيات الموضوع على بعلاقة القاعدة بتنظيمات إرهابية أخرى. أنا أشكرك جزيلا من تونس دكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة.